السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نظبط الشمس في برنامج ليون. تقدر تزود السان بريتنس بالشكل دوت، دي اقصى حاجه ودي اقل حاجه. تقدر تتحكم في الاتجاه، الشمس بتبدا تغرب او تشرق، هنا الاتجاه بتاعها خليها مثلا من ناحيه النورث او من ناحيه الايست زي ما انت عايز بالشكل دوت. بالاضافه ان انت تقدر تضيف بعض الخصائص وانت بتعمل الرندر سواء في الصورة او في الموفي. فممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اعمل ريكورد، تمام، واقول مثلا هاخد لقطة وبعدين هناخد لقطة تانية. وتقدر تعمل حركة، يعني مجرد ان انت تروح في اي مكان تاني وتاخد لقطة تانية هيسجلها عنده، بس انا عايز تبقى حاجة بسيطة عشان نركز على موضوع السن. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اضيف تأثير للشمس، فتلاقي بيتحكم في الهاي بتاعها بالشكل دوت اهوت، والهيدنج بتاعها والسن بريتنس بالشكل دوت. ممكن يحرق لك الكاميرا، والسن ديسك سايز تقدر تكبره زي ما انت عايز. وكل الحاجات دي نقدر نخليها يعني مختلفة، يعني انت دلوقتي لما تيجي تمشي خلاص انت ثبتت الاعدادات وزي ما هي. بس ممكن ان انا اجي هنا في اول اللقطة واقول له ايه السن هاي، انا عايز اعمل كي فريم، تمام، فسجل لي الاعدادات ديت. ممكن تيجي هنا وتعدل فيها، تمام، وبعد كده مثلا تيجي في النص هنا وتقول له كرييت كي فريم، وتبدا تغير الاعدادات بالشكل دوت. ممكن تيجي مثلا في اخر اللقطه وتقول له زود لي كي فريم، وتروح مغير الاعدادات بالشكل دوت، وتقول له بقى شغل. فتلاحظ انها تبدا الشروق، وبعد كده يحصل الغروب. طبعا الاعدادات اللي موجوده هنا ممكن تقول له كوبي سيتنج وتنسخها، وتروح مثلا على اي فيديو تاني وتيجي هنا تقول له انا عايز اضيف الاعدادات للشمس، تمام، وتيجي هنا تقول له بيست سيتنج، يروح ضايف الاعدادات ديت للملف. بدل ما تقعد تكررها، لا، تقدر تنسخ الاعدادات لاي لقطه من مكان لمكان تاني. طيب انا اجي هنا واقول له انا عايز اضيف حاجه اسمها الاشعه، هيت تقدر تتحكم فيها. خلينا نوقفها، خلينا عشان برضو نتحكم اكتر ندوس على السهم دوت. هلغي تأثير الشمس دلوقتي العادي بتاعتنا، واخش هنا واقول له ان انا عايز الاشعة ديت تبقى مثلا صغيرة او تمتد بشكل كبير يغطي الشاشة، اللينس بتاعها قد ايه، الطول بتاعها، وهكذا. تقدر تتحكم في الاعدادات بتاعة الاشعة اللي جاية من الشمس. نقدر نعمل ستادي ليها على الساعة كام هتكون موجودة في الشمس، في الدقيقة كام، في يوم كام، في الشهر، في شهر كام، في السنة كذا، في اليرز. فممكن بقى نظبط ان زي ما شفنا ان احنا نعمل واحدة مثلا في شهر يناير والتانية في شهر مثلا ديسمبر، ويبدأ هو يظبط لنا الاعدادات. خلينا نيجي هنا نلغي دي ونلغي دي، ونيجي هنا في السن ستادي، وهقول له في الاول خالص انا عايز مثلا ده يكون مثلا في شهر كذا، انت هنا بقى بتبدا تشوف الساعه كام. هنا هتقول له مثلا انا عايز في الشهر دوت اهو، وبعد كده تيجي في الاخر خالص وتقول له ده انا عايز بقى اعمل لك فريم كمان هنا في شهر مثلا ديسمبر. فتبدأ تشوف كل شهر الشمس بتبقى ظاهرة بأي شكل مع تثبيت بقية العوامل. فاحنا كده عملنا دراسة للشمس. ممكن بعد كده تيجي تقول له ضيف لي مؤثر تاني، تقول له مثلا أنا عايز أدرس التأثير بتاع الشمس هنا، البريتنس والرينج،
واقف دوت عشان تبقى تقدر تزود البريتنس وتقلله، والرينج برضو تزوده وتقلله. في حاجات بتشتغل مع بعض، وفي بعض ساعات بعض الإفكت بيلغي حاجة تانية، بس هنا كلهم شغالين مع بعض مفيش أي مشاكل خالص.